من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الدولة العثمانية منعت نائب القنصل الإنجليزي في أنطاكيا من دخول فلسطين ما لم يقم بالتعهد المطلوب، يعني لازم يوقع أنه سوف يغادر البلاد بسرعة. هذا رجل كبير جدا في القنصلية البريطانية، نائب القنصل، لأنه كان يهوديا، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقات بين الدولة العثمانية وبين بريطانيا. في هذا الجو المتوتر تماما والعصبي تماما بين إنجلترا وبين الدولة العثمانية وبين اليهود وبين الدولة العثمانية، لم ييأس تيودور هيرتزل في أن يقابل سلطان المسلمين في هذا الوقت، السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. مع كل هذه الأمور إلا أنه برضو رايح يقابله ويعرض عليه عرضا عجيبا. يقول تيودور هيرتزل في مذكراته أنه ذهب بنفسه إلى السلطان عبد الحميد الثاني وحاول مرة والثانية والثالثة أن يقابله حتى نجح في الأخيرة وعرض عليه. انظر معي إلى عروض تيودور هيرتزل على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله حتى تعلم عظمة هذا الرجل السلطان عبد الحميد الثاني، وحتى تعلم أيضا مدى ثراء اليهود في ذلك الوقت. أولا، العرض الأول 150 مليون ليرة إنجليزية لجيب السلطان الخاص، رشوة خاصة بالسلطان عبد الحميد الثاني. العرض الثاني، وفاء جميع ديون الدولة العثمانية البالغة 33 مليون ليرة إنجليزية ذهبية. الثالث، بناء أسطول لحماية الإمبراطورية العثمانية بتكاليف قدرها 120 مليون فرنك ذهبي. العرض الرابع، تقديم قرض ب 35 مليون ليرة ذهبية دون فوائد لإنعاش مالية الدولة. خامسا، بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس. بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس. تخيلوا تيودور هيرتزل الذي يعرض طريق طعم بيضعه لسلطان عبد الحميد الثاني. الأمر السادس والعرض السادس، تهدئة الأوضاع في الغرب حول قضية اضطهاد العثمانيين للأرمن والتي أثيرت في فرنسا وانجلترا. فرنسا وانجلترا ادعوا أن الدولة العثمانية اضطهدت الأرمن، والحق أن الأرمن النصارى ثاروا على الدولة العثمانية التي تملك هذه البلاد في ذلك الوقت. لكن أشيع في فرنسا وانجلترا أن الدولة العثمانية بتضطهد الأرمن حتى يكون هذا ذريعة لدخول الجيوش الإنجليزية والفرنسية لاحتلال الدولة العثمانية بهدف الدفاع عن الأرمن النصارى. فتيودور هيرتزل بيقول له أنا ههديلك الوضع وهموت قضية الأرمن في إنجلترا وفرنسا وأنا على ذلك قادر. ستة عروض ضخمة يسيل لها لعاب أي رجل من حكام الأرض في ذلك الوقت. لكن السلطان عبد الحميد رجل صالح، وقليل ما هم. السلطان عبد الحميد نظر من علن إلى كل هذه العروض وقال على هيرتزل ألا يتقدم خطوة واحدة أخرى في هذا الشأن. لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي. لقد أوجد هذه الإمبراطورية وغذاها بدمه، وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. يستطيع اليهود أن يوفروا ملايينهم، حين تقسم الإمبراطورية قد يأخذون فلسطين مقابل لا شيء، لكن لن تقسم إلا على جثثنا، لأنني لن أسمح أبدا بتشريحنا ونحن أحياء. الله أكبر. هكذا رد السلطان عبد الحميد الثاني على تيودور هيرتزل وطرده، وطلب تيودور هيرتزل مرة أخرى أن يقابله فرفض، رفض تماما وأغلق باب اليهود بالمرة. ولا بد أنه سيكون لليهود شأن مع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. أذكر مقولة قالها تيودور هيرتزل بعد هذا الرفض وسجلها في مذكراته
وعرضها في مؤتمرهم بعد ذلك على اليهود، قال: في حال استمرار رفض السلطان عبد الحميد للمطالب الصهيونية، فإن تحطيم الإمبراطورية العثمانية شرط أساسي لإقامة حكومة صهيونية في فلسطين. يعني بعد هذا اللقاء تيودور هرتزل ومن معه في مؤتمراته قرروا أن يسقطوا السلطان عبد الحميد الثاني.